وايه الخطفه اللي خطفتهاني دي؟ على فكره يا راجع من الشغل تعبان وعايز انام. يابا نام وارتاح، افرد كرسيك وشغل المساج وغفل لحد ما نوصل. خير يا معلم. يا جعفر انت فين كده؟ انا بطريق الاسكندريه كده، عندي مشوار اخلصه وارجع على طول. خير في حاجه؟ لا اصل في حاجه كده عرفتها وكنت عايز اقول لك عليها. حاجه ايه؟ هو انت تعرف ان ابو عايده ميت بقاله فتره؟ جعفر انت معايا؟ سامعني ولا ايه؟ سامعك انا. ايه طبعا اعرف، حاجه زي كده تستخبى عليها ازاي؟ بس انا استغربت فقلت اقول لك، يمكن تكون مش عارف. لا لا عارف، ما تشغلش بالك. هو انت اللي موديك اسكندريه؟ لما ارجع احكي لك على كل حاجه. في ناس معايا في العربيه. ماشي يا جعفر، تيجي بالسلامه. ده ايه بقى اللي سمعته عكنن عليك كده؟ عرفت منين ابو العريف؟ بيبان. تقول له عارف، بعدين تسكت شويه وتقول له معايا ناس. طب اراهنك على كامل اللي انت لسه قايل عليه عارف ده، انت ما تعرفش عنه حاجه خالص. محروسك يا سيف، عيل نبيه. بس لسه قدامك شويه عشان تبقى معلم. اشمعنى يعني؟ ما تقفش حد، ما تحسسوش يعمل انك مش واخد بالك. الكلام ده اعمله لو قاعد مع تاجر جمله، انما مش لو قاعد مع واحد صاحبي. خرب بيت لمطك يا، مش كنت عايز تنام؟ ما تنام وتسيبني في حالي. انام ايه؟ ما انت فوقتني خلاص بقى، مش هسيبك في حالك. انا بقول لك ايه، هو انت فاكر خالتي هتقول لك ايه يعني لما تشوفها؟ ما اعرفش الله يكحمه مطرح ما راح بلال شامه، الوحيد اللي كان يعرف طريق ابني. والغريب بيتعلق بأشياء، مين عارف، يمكن خالتك تدلني على سكة أي حد من طرفه وعرفني أي حاجة. يا رب، لا علينا نقول يا رب. يا رب.